السلام عليكم، مرحبا بكم مره ثانيه في ام اف تكنولوجيز. معكم المهندس محمد فوزي، استكمال لسلسله فيديوهات شرح سوفت 6 جي فيرجن 18. هنبتدي النهارده نخش في موضوع جديد، الا هو موضوع الباك اب اند فيرموير. في الباك اب اند فيرموير حضرات هنبتدي نشوف ازاي انت تقدر تاخد باك اب للسيتنج والسيستم داتا بتاع حضرتك بالاسلوب الصحيح، سواء بقى عن طريق اللوكالي او الاف تي بي ان انت تبعته للاف تي بي سيرفر، او عن طريق ان هو يجي لحضرتك عن طريق الايميل. هنبتدي برضو نشوف ان ازاي نقدر نعمل سكيور للباك اب بتاعنا بحاجه اسمها الانكريبشن باسورد وحاجه اسمها السكيور ماستر كي. هنبتدي برضو نشوف ازاي ان انت تقدر تعمل الكلام ده مانيولي او ان انت تعمله اوتوماتيك سكادول، يعني كل فتره زمنيه بيبتدي هو ياخد باك اب وينزله لحضرتك، وفي نفس الوقت برضو تقدر ان انت تعمل ريستور بالطريقه الصحيحه بحيث ان دايما موضوع الباك اب والريستور ما يبقاش فيه مشكله بالنسبه لحضرتك. هنبتدي نشوف برضو في الاي بي اي. الاي بي اي اختصار لحاجه اسمها ابلكيشن بروجرامنج انترفيس، ممكن الناس الديفلوبر اوير بيه او الناس اللي ليها باك جراوند في موضوع الديفلوبر. يعني ده بيبقى حاجة مهمة جدا، تقدر ان انت تعمل مثلا يكوميونيكيت بتوين ابليكيشن وديفايسز والكلام ده. طبعا انا بستخدمه في سوفت 6 جي لو انا عايز اعمل مثلا كوميونيكيت مع ثيرد بارتي ابليكيشن او غيره، عايز اغير في يو ار ال معين، عايز اغير سوري في رول معين، في سيتنج معين، مفيش مشكلة. ببتدي ان انا اعمل الكلام ده عن طريق حاجة اسمها الاكس ام ال سترينج، او ان انا بغير في اكس ام ال فايل كله تمام طبقا للاحتياجات. اي كيس بقى حضرتك بتحتاج ان انت تستخدم فيها الاي بي اي، تبتدي ازاي تستخدم الاي بي اي ده هنشوف ان شاء الله قدام. في الامبورت اند اكسبورت هنشوف ازاي ان انت تعمل اكسبورت بارشلي او فول للكونفيجريشن، ونبتدي نعمل له امبورت بالاسلوب الصحيح. في الفيرموير، طبعا الفيرموير كل شويه بينزل فيرجن جديد، لو انت عندك فيرجن جديد ازاي تبتدي تعمل ابديت لاخر فيرموير، سواء بقى عن طريق جي اي او بالاساليب الثانيه زي ما احنا هنشوف قدام. في الباترن ابديت، يمكن الفيرموير عندنا منقسم لباترن، كل باترن خاص او جزء خاص مثلا بالانتي فايروس، جزء خاص بالاي بي اس، جزء خاص بالواف، كل الكلام ده ممكن انت حضرتك تعمل له اوتوماتيك باترن ابديت او تعمل له مانيوال باترن ابديت. الكلام ده هنشوفه ان شاء الله ونشوف ازاي بنعمله. تعال نخش اول حاجه على موضوع الباك اب اند ريستور. في خلينا نخش على الجهاز بتاعنا الاول. في الباك اب اند ريستور انت بتخش في الجهاز بتاعك، تخش في السيستم، في الباك اب اند فيرموير، بتلاقي الباك اب اند ريستور اول حاجه بتقابلك من الشمال. هتلاقي عندك بقى الباك اب مود، حضرتك بتختار انهي مود انت هتشتغل بيه في الباك اب او ازاي الباك اب ده هيتاخد. اما لوكالي فهذه الحاله هو بيحتفظ بالباك اب على الجهاز، ومثلا بتحدد له بعد كده الفريكوانسي والسكادول، وبتحط له الانكريبشن باسورد، او لو محطوطه بتعمل ديك اوبشن ان انت تعمل تشينج للانكريبشن باسورد. خد الباك اب بكل بساطه ريكومند ان انت تعمل داونلود للباك اب ده، لان هو بيحتفظ بلاست باك اب، يعني بيعمل اوفر رايت للباك اب القديم وبينزل الباك اب الجديد. حضرتك عايز تحتفظ بأكتر من نسخة من باك اب، يعني ريكومند ان انت تشتغل بالايميل او الاف تي بي، لان انت لو اشتغلت في اللوكال دايما لازم يبقى فيه داونلود عشان تبتدي تاخد النسخة اللي قبلها، والنسخة الجديدة اللي عملها اوفر رايت تبقى افيلابل من غير ما يعمل اوفر رايت للباك اب القديم. طبعا انت بعد ما بتخلص السيتنج كله في حاله اللوكال مثلا بتعمل ابلاي، وبعد كده بقى عايز تعمل باك اب ناو او غيره مفيش مشكله زي ما حضرتك عايز. لو عملنا داونلود للباك اب بكل بساطه هو بيديك تو اوبشن، ان انت داونلود بالانكريبتد باك اب، يعني ان انت بيستخدم الانكريبشن باسورد اللي انت حضرتك حاطها له ويبتدي يعمل داونلود للباك اب. انكريبتد باك اب ويز ديفرنت باسورد، بيبقى الباك اب اللي انت حضرتك بتنزله ده ممكن تحط له باسورد مخصوص بيتعمل بيها انكريبشن غير الباسورد المستخدمه عامه في اي باك اب تاني. فمعك اوبشن ان انت تعمل انكريبشن للباك اب طبقا للانكريبتد باسورد اللي موجود قبل كده، او ان انت تحدد باسورد مخصوصه ان انت خاصه بهذا الباك اب. طبعا احنا بنشتغل بداونلود انكريبتد باك اب، لا يفضل انت ما بتحتاجش لانكريبتد بديفرنت باسورد، يعني الا لو في كيس تتطلب هذا الكلام. برضو لو حضرتك عندك اكتر من
جهاز عندك مثلا اكتر من اتش كيو، عندك اكتر من في مثلا جهاز في فرع وجهاز في الاتش كيو على حسب الانفايرمنت اللي حضرتك فيها. بكل بساطه يريكومندد ان انت تحط باك اب بريفكس. الباك اب بريفكس ده يعني حضرتك مثلا ممكن تقول البريفكس ده خاص بالكايرو، خاص بالالكس، خاص بايا كان اللوكيشن بتاع حضرتك، فتقدر تميز الباك اب اللي متاخد ده خاص باني جهاز فيهم. طيب خلينا برضو يعني احنا هنا حاطين مثلا بريفكس اسمه سوفس كورت، ممكن انت تسمي البريفكس زي ما حضرتك عايز. تعال نعمل ابلاي وتعال نعمل الباك اب كده ونشوف شكل النيم بتاع الباك اب ازاي. تمام، هو خلاص كده عمل باك اب سريعا اهو، نقول له داونلود باك اب وتعال نشوف النيم بتاع الباك اب شغال ازاي. ادي الاسم اهو اللي احنا حاطينه او البريفكس اللي احنا حاطينه، وبيضيف بعد كده سيريال نمبر وبيضيف التاريخ. يعني الموضوع بسيط ما فيهوش ادنى مشكله. انت طبعا يعني لو عندك جهاز واحد مش هتفرق كتير بقى ان انت تحط بريفكس، البريفكس ده اوبشنال وبيساعدك بس لو عندك اكتر من جهاز، لكن ما فيش جهاز واحد خلاص الموضوع انتهى على كده. بس خلي بال حضرتك ان انت لو سبت البريفكس ده بالمنظر ده كده اهو زي ما احنا شايفين، هنعمل ابلاي وهتيجي تعمل باك اب ناو، هنشوف هو بيستخدم حاجه اسمها الديفولت نيم بتاعه ازاي. هنعمل باك اب اهو ونقول له داونلود اهو، وتعال نشوف هو عمل ايه. بيروح حاطط لك الاسم باك اب بس فقط لا غير مكان البريفكس، وبيحط السيريال نمبر والتاريخ، يعني هو بيشيل بس الباك اب وبيحط البريفكس لو حضرتك محدده. ادي موضوع الباك اب لوكالي. ريكومندد دايما ان انت تشتغل باف تي بي او ايميل. ليه؟ لان انت في حاله اللوكال زي ما قلنا محتاج دايما ان انت تعمل داونلود للباك اب القديم لانه هيعمل اوفر رايت، الا لو انت محتاج ان تحتفظ بس فقط لا غير باخر باك اب فخلاص مش هيبقى فيه مشكله في هذا الكلام. في الاف تي بي حضرتك بتحط البريفكس طبعا زي ما انت عايز، هنقول له هنا مثلا زي بريفكس تاني كايرو مثلا، وهنقول له الاي بي الاف تي بي سيرفر اي بي، هنقول له مثلا عندنا احنا حاطينه الاكتف دايركتوري بتاعنا لو تفتكره هو 10.10.10.100. تمام، وبتحط له يوزر نيم والباسورد خاص بهذا الكلام. طبعا انت تبقى للاف تي بي سيرفر اللي انت مستخدمه، بس انا هوريك حاجه بسيطه كده ممكن انت تبقى تستخدمها لو انت ما عندكش اف تي بي سيرفر، يعني في بعض الانفيرومنت ما بيبقاش فيها اف تي بي سيرفر، فانت ممكن تستخدم هذا الكلام عشان تقدر تاخد وتستقبل الباك اب بتاع السوفوس اكسجي. بعد كده طبعا الاف تي باس هنا ريكوايرد، لو في باس، لو ما فيش مشكله بتسيبه هو هيقبل منك السيف مش مشكله. الفريكوانسي زي ما قلنا بيبقى عندك نيفر وديلي وويكلي ومانثلي، يعني ريكومند ان نشتغل ديلي وويكلي، يبقى ريكومند نشتغل اف تي بي او ايميل وفي نفس الوقت تشتغل في الفريكوانسي ديلي او ويكلي. تحدد فيه الساعه والتوقيت، يعني نفس الكلام زي اللوكال وموضوع الانكريبشن باسورد. هنعمل هنا ابلاي. تمام، وتعالى نشوف الويندوز سيرفر بتاعنا وايه الموضوع بتاعه. الويندوز سيرفر في سوليوشن بسيط، ممكن تنزل هنا حاجه، خلينا نرجع للداونلود. هتنزل حاجه اسمها الفايل زيلا سيرفر 0.9.6، يعني ده حاجه بسيطه يا دوب بتسطبه. نيكست نيكست نيكست، خلينا كده نسطبه. يس نيكست اجري نيكست 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 نيكست، يعني موضوع في منتهى التفاهه يعني. تمام، تقول له كلوز، وبعد كده هيفتح مع حضرتك. هتخش في الايديت هنا بس. تمام، هنخش في السيتنج، تعال كده هنظبط بعض الحاجات. هتقول له في الباسيف مود بس، هتقول له الاي بي ادرس بتاع الجهاز بتاعك اللي موجود 10.10.10.100 وتقول له اوكي. وفي نفس الوقت هتيجي هنا في اليوزر، سوري كده في اليوزرز، وبتكريت يوزر جديد تقول له انيبل اكونت وبتحط له الباسورد. تمام، يوزر احنا مكريتين يوزر اسمه ادمن، خليك اشتغل على الادمن افضل. تمام، وبتعمل له انيبل اكونت وباسورد، وبتبتدي تقول له شيرد فولدر هنا، وتبقى مكريت عند حضرتك شيرد فولدر زي ما احنا مكريتين هنا. تعالى هنا في السي احنا مكريتين فولدر هو عادي وعاملين له شير. تمام، وتبتدي بس تحدد له الباس بتاعه هنا، فيش اكتر من كده. خلاص، تعالى بقى نرجع تاني الجهاز بتاعنا وهنقول له باك اب ناو. خلينا نعمل ابلاي بس عشان نتاكد ان الدنيا تمام، ونقول له باك اب ناو. قال لك هو الباك اب سكسسفولي. تعالى نرجع تاني نشوف الباك اب بتاعنا وصل ولا لا. ادي الباك اب بتاعنا وادي البرفكس بتاعه كايرو اهوت، يبقى احنا كده ايه
الدنيا تمام بالنسبه للاف تي بي سيرفر. الايميل نفس الكلام، هو ما فيش مشكله، بتحط له بس الايميل وبتحدد له الفريكوانسي وخلاص. برضو خلي بالك ان انت في حاله الاف تي بي والايميل، هو بياخد الباك اب الاول يحطه على الجهاز وبعد كده يبتدي يبعته تاني، مفيش ادنى مشكله. طيب ريكومندد دايما ان انت لو عامل سكيور ماستر كي والانكريبتد باسورد لازم الحاجات دي تكون موجوده معاك. ليه؟ لان انت لما هتيجي تعمل ريستور للباك اب هنا هتتطلب تواجد هذا الكلام، فريكومند ان الباسوردات كلها تبقى موجوده معاك وسيف في مكان تقدر ان انت دايما توصله وتبقى انت مسكيور حاجه زي كده. في حالة الريستور بكل بساطة بتفتح بتحدد له الباص او بتحدد له الباك اب بتاع حضرتك، وبعد كده بتحط تقول له الانكريبشن باسورد وتعمل له ابلود اند ريستور، بيبتدي هو بعد كده يعمل ابلود للباك اب وخلاص والموضوع انتهى على كده. يعني الموضوع ما فيهوش اي نوع من انواع الصعوبة يعني في موضوع الباك اب ريستور. اهم حاجة زي ما قلنا الباسوردات بتاعتك حضرتك تبقى موجودة، و يعني عايز تزود البرفكس لو عندك اكتر من جهاز زي ما قلنا. وقلنا ريكومند ان اشتغل اف تي بي او ايميل وتشتغل ديلي او ويكلي، يعني انا بفضل دايما اشتغل ديلي، يعني مش هتفرق كتير لان هو اصلا الباك اب هتلاقيه حجمه صغير مش كبير يعني. يعني ده موضوع الباك اب والريستور. يعني لو لحضراتكم اي سؤال استاذنكم بس يعني كومنت على الفيديو، وما فيش مشكله هنجاوب حضراتكم في اي استفسار فيما يخص هذا الكلام. طيب برضو حته تانية زي ما قلنا، يعني لازم لو انت عايز تعمل مثلا هنا داونلود وعايز تعمل انكريبشن ل باك اب معين بباسورد معين، يعني زي مثلا انت عايز تعمل باك اب انت شايف انه مثلا من فيرموير او من فيرموير معين او غيره او ليه اهميه خاصه، مفيش مشكله حط الانكريبتد باسورد ده ويبقى هو مختلف عن اي يعني باك اب بانكريبتد باسورد الديفولت اللي حضرتك حاططها. ولكن انا لا افضل هذا الكلام لان انت بنسبه كبيره احنا طبعنا هتلاقي بقى الانكريبشن باسورد ممكن تتوه منك تتغير، فيبقى انت يا زي ما بيقولوا يعني اذيت نفسك بايدك يعني. فلكن ده اوبشن موجود حضرتك عايز تستخدمه مفيش مشكله، واحنا بنقول هذا الكلام عشان الناس تبقى اوير بكل حاجه موجوده في هذا الجهاز. بعد كده تعالى نخش بقى على موضوع الاي بي اي. برده خلي بالك وانت بتعمل ريستور هنا ان اي لو انت سي مثلا واخد باك اب من اسبوع او من 10 ايام وبدات تعمل ريستور، اي داتا عملتها خلال الاسبوع ده انت بتلوز الداتا دي، هو بيرجع لك السيتنج والكونفيجريشن تبقى لاخر باك اب انت بتعمل بيه ريستور. خلاص مفيش ادنى مشكله في هذا الكلام. الاي بي اي قلنا حضراتكم الاي بي اي اختصار لحاجه اسمها ابلكيشن بروجرامنج انترفيس. تعالى كده يعني نرجع للباوربوينت بتاعنا ونشرح الموضوع ده. بص حضرات، لو اعتبرنا مثلا ان حضرتك سي رحت مطعم معين قاعد، فبيجي لك الويتر معاه ورقه وقلم بيبتدي ياخد الريكوست بتاع حضرتك ويبتدي الريكوست ده يخش جوه على في المطبخ، يعني بيبتدي يقول للناس الاوردر بتاع حضرتك وياخد الاوردر ده ويطلع بيه بعد كده بعد فتره معينه ويبتدي يقدمه لحضرتك. يعني بكل بساطه الاي بي اي بيشتغل نفس شغله الويتر. بمعنى لو انت عند حضرتك، خلينا نبص للرسمه البسيطه اللي قدامنا دي. لو انت حضرتك مثلا اند يوزر قاعد على ابلكيشن معين، سواء الابلكيشن ده بقى على موبايل ديفايس على براوزر مثلا في ديسكتوب ايا كان، بيبتدي حضرتك بتعمل ريكويست على السيرفر ده مثلا عن طريق مثلا الريكويست ده بيبقى جيت او بوست او بوت او ديليت زي ما حضرتك دايما بتعمل ريكويست يعني تبقى للكلام ده. بيبتدي الاي بي اي بيعمل كوميونيكيت بتوين سواء الداتابيز او السيرفر ده بتاع حضرتك او ايا كان اللي انت بتعمل بيه كونكت، ويبتدي ياخد الريكوست بتاع حضرتك ويوصله وياخد الريسبونس ويوصله. ده زي ما قلنا ده بكل بساطه وبكل اختصار وظيفه الاي بي اي. طيب انا الاي بي اي زي ما قلنا انا بستخدمه لو انت عايز تعمل كوميونيكيت مع مثلا سيرت بارتي ابلكيشن او اي كيس بيجي لك انت تقدر انت عايز تستخدم فيها الاي بي اي، ان انت تغير في رول معينه، تغير في سيتنج معينه انت حضرتك عاملها، بوليسي معينه، اوبجكت معين، ممكن كل الكلام ده ان انت تغير الحاجات دي في السوفت سكس جي عن طريق الاي بي اي وعن طريق التعديل في حاجه اسمها الاكس ام ال فايل. طيب
لازم حضرتك نبقى عارفين في موضوع الاي بي اي او الابلكيشن بروجرامينج انترفيس ان دايما لازم تسكيور هذا الكلام، ان انت بتحدد هو سواء انت او الديفلوبر اللي بيحتاج هذا الكلام او اللي هيقوم بهذا الكلام، لازم تسكيور هذا الكلام عن طريق ان انت بتحدد حاجه اسمها الالاود اي بي، الاي بي اللي هو بيخش منه ويبتدي يشتغل من عليه، ولازم تحدد له هو داخل يعمل ايه بالظبط في السوف 6G. محتاج ان هو يعدل في بوليسي فقط، محتاج يعدل في رول، يعني انت بتحدد هذا الكلام، وهنشوف ازاي ان احنا هنقدر نعدل هذا الكلام. التعديلات بالاي بي اي، اما ان انت بتقدر بتعدل حاجه بسيطه يعني حاجه فقط لا غير، فانت بتستخدم حاجه اسمها XML string. XML string ده بيبقى ليه طريقه معينه هنشوفها قدام، بتحدد فيها فقط زي ما قلنا تشينج لحاجه معينه، حاجه صغيره كده بس، اكتر من كده ما فيش. طب انا لو عندي اكتر من حاجه، لا حضرتك بكل بساطه انت بتلجا لحاجه اسمها الاكس ام ال فايل، ده احنا هنشوف ازاي بننزله، وبتغير بقى فيه كل اللي انت عايزه. بعد ما بتغير كل الكلام ده كله تبتدي حضرتك ترفعه تاني للجهاز بتاعك. يمكن الكلام ده هنشوفه بالتفصيل في برضو الاي بي اي وفي الامبورت اند اكسبورت. لو انا عايز اغير حاجه بسيطه بالاكس ام ال سترنج، ببتدي هشوف مع حضراتكم ازاي نعمل اكس ام ال سترنج، وبستخدم ثلاث طرق عشان اقدر ان انا ابعت الاكس ام ال سترنج اللي انا عملته للسوفت 6G، اما عن طريق الكوماند لاين انترفيس في الاكس جي فاير وول، او عن طريق ان انت تستخدم ابلكيشن معروف قوي اسمه البوستمان، او ان حضرتك تستخدم البراوزر ادرس بار وتبتدي تحط هذا الكلام، فيش ادنى مشكله. هنشوف الكلام ده ونعمله بايدينا عشان يبقى واضح لحضراتكم. في حاله الاكس ام ال فايل، انت بكل بساطه بتروح للامبورت اند اكسبورت، وبتاخد اكسبورت للكونفيجريشن كله. الاكسبورت الكونفيجريشن بيبقى دوت تار، الاكستنشن بتاعه بيبقى دوت تار، ولما تيجي تفتحه تعمل له يعني انزيب، فهتلاقي بكل بساطه بتفكه بتلاقي ثلاث حاجات، حاجه اسمها انتيتي دوت ام اكس ال، وده الاكس ام ال فايل بتاعنا، ونوت ريكومندد تغير الاسم بتاعه خلي بالك يعني، وبتلاقي حاجه ثانيه هاش فايل تمام، اكستنشن بتاعه دوت جيسون، وبتلاقي حاجه اسمها البروبرتي فايل. دول الثلاثه اللي كان ما يهمناش الاثنين التانيين، احنا يهمني الانتيتي لان هو ده الاكس ام ال فايل، بتبتدي تفتحه من نوت باد او غيره زي ما احنا شايفين بالمنظر ده تمام، وبتبتدي بقى ايه تغير زي ما انت عايز في اكتر من حاجه، وبعد كده بتروح حوله لدوت تار تاني وبتبتدي تعمل له امبورت والموضوع انتهى على كده. في ريكويرمنت معينه في موضوع الاي بي اي عشان يبقى الدنيا تمام، زي ما قلنا اول حاجه انت لازم تسكيور الكلام ده، ان انت بتعمل بروفايل معين، البروفايل المعين بتدي له يعني زي ما احنا شايفين بالمنظر ده كده، خلينا نبص مع بعض. بتبتدي بقى تحدد في البروفايل ده، بتدي له النيم، وبتدي له هو ممكن يبقى ريد اونلي او ريد اند رايت في ايه بالظبط جوه الفايرول. بعد ما بتخلص البروفايل ده بتروح مكاريه مثلا يوزر معين بيوزر نيم، واليوزر نيم ده بيبقى ادمنستريتور، وبتحدد له انهي بروفايل، وبتختار البروفايل اللي حضرتك لسه مكاريته، بحيث ان ايه انت تبقى مقيد الشخص اللي بيحتاج الاي بي اي ده، سواء بقى مثلا واحد في التيم زي ما قلنا عندك ليه باك جراوند، او حد معين مختار ان هو يعني اخترته انت او غيره تبقى للكيس، يعني ان هو يبتدي يعدل تبقى للكلام اللي انت بتحدده له، فبتحدد زي ما قلنا البروفايل ده وبتقيد هذا الكلام عشان ما يلعبش في اي حاجة تانية، يبقى الموضوع بيدور حضرتك. بعد ما خلص الكلام ده بتعمل اللاود للاي بي ادرس اللي هو للجهاز اللي هو قاعد عليه، بحيث ان هو الجهاز اللي هو قاعد عليه وبيشتغل منه لازم يبقى هو يخش من نفس الجهاز. طبعا الكلام ده لو انت محدد سي مثلا جهاز موجود في اللان، فبتحدد هذا الكلام في الديفايس اكسس، لو في ادمنستريشن في الديفايس اكسس. لو انت مثلا الراجل ده قاعد بره، فبكل بساطه لازم يبقى ليه اي بي ادرس ثابت، وبتحدد له السيرفيس، وبتعمل له حاجه اسمها اكسبشن رول زي ما احنا شفنا قبل كده وهنعملها بايدينا النهارده ان شاء الله، بحيث ان انت تحدد له انهي اي بي ادرس داخل منه. تعال نرجع للجهاز بتاعنا كده بسرعه ونكمل كلامنا سريعا كده، هنقول له 172.14.14.46، ده الجهاز اللي حضرتك انا قاعد من عليه وهبتدي ان انا يعني ابعت موضوع الاي بي اي. تعمل له ابلاي مفيش مشكله.
تعال ناخد مثال ازاي ان احنا نعمل اي بي اي ونستخدمه. اول حاجه هنعملها، اول حاجه لازم تبتدي بيها ان انت تحدد يوزر معين وبروفايل معين ليه محدد فيه، او ابتدي هو يعمل ايه بالظبط، ايه الحاجات اللي يقدر يشوفها وما يشوفهاش، ايه الحاجات اللي يبتدي يبقى ريد اونلي عليها او ريد اونلي. فهنعمل ايه؟ هنخش في البروفايل ديفايس اكسس ونبتدي نقول له اد، وهنقول له مثلا البروفايل ده اسمه اي بي اي مثلا. خلاص طيب هنقول ايه؟ هنقول له والله انا مش عايز اشوف منه غير ممكن نقول السيستم مثلا اوبجكت، خلينا في الاوبجكت ريد اند رايت والنتورك، تمام. وخلينا يا سيدي في الباقي، خلينا في الباقي كله مثلا ريد اونلي، يبتدي بس يشوف وما يغيرش غير في حاجتين. خلاص بالمنظر ده كله، خلينا نعمل ريد اونلي كله تمام، ونكتفي مثلا بال خلينا رولز اند بوليسز وفي النتورك والاوبجكت، ده اللي يقدر ان هو يبقى ليه ريد اند رايت عليه، ونقول له سيف. بعد كده هتخش في اليوزر، خش في الاوثنتيكيشن في اليوزر، وهنبتدي نعمل واحد تاني جديد اسمه اي بي اي. فبكل بساطه هنعمل له واحد نسميه اي بي اي واحد مثلا، اي بي اي 1 تمام، وهنقول له ده ادمنستريتور، وهياخد من الاي بي اي ده البروفايل بتاعه تمام، وهنقول له الباسورد بتاعه، ادي الباسورد. طبعا انت بتدي بقى الباسورد واليوزر نيم ده لاخونا اللي هيبتدي يشتغل على هذا الكلام، حط له بس ميل عشان يسيف معانا. خلاص وادي محتاجين ايه يعني، خلاص مش محتاجين حاجه تاني، اكسس تايم الاود اول ذا تايم. طبعا انت ممكن تحدد هنا برضو ايه الماك ادرس ومن اني نود، او تحدد له اي بي ادرس معين، نقول له سيف فاليو فور نيم، نقول له اي بي اي، نقول له سيف. سوري هيبقى برضو جروب، معلش نسينا، ادي الاوبن جروب سيف. خلاص كده احنا عملنا ايه؟ عملنا بروفايل وعملنا يوزر، وقلنا اليوزر ده بياخد من انهي بروفايل. نبتدي نعمل ايه تاني؟ نخش بقى في الديفايس اكسس، هنا اهو في الديفايس اكسس. لو انت داخل بقى من زوم معينه موجوده عندك من هنا، انت بتحدد له ايه ان هو يشتغل في الاتش تي تي بي اس والاس اس اتش في هذا الزوم. طيب لو انت عايز مثلا هو جاي من الوان، يعني هو الراجل هيشتغل من الوان، فبكل بساطه خلينا ريكومند ان احنا نشتغل بموضوع الوان، ان احنا هنحدد له رول معينه، يعني هنعمل له اكسبشن رول، هنقول له مثلا اي بي اي اكسبشن ماشي تمام كده، وهنقول له حطها يا سيدي في التوب تمام، ديسكريبشن ملوش لازمه، عايز تحطه طبعا حطه ماشي، عشان بس احنا ايه نضيع شويه. والسورس زون جاي من الوان، ممكن تحدد له بقى هنا ايه الاي بي ادرس معين تكريت له، تقول له مثلا سي جاي من اي بي، هنقول له اي بي اي اي بي، هنقول له 172.14.14.6 مثلا، يعني اي اي بي حضرتك دايما هتخش منه هو هيلتزم بيه. ديستنيشن والسيرفيس هنقول له اتش تي تي بي اس واس اس اتش، ابلاي نقول له اكسبت سيف، ده لو هو جاي من الوان، لو جاي من اي زون داخليه بتحدد له من هنا وخلاص الموضوع انتهى على كده. طيب نعمل ايه تاني؟ بكل بساطه بقى نيجي ازاي نشوف موضوع الاكس ام ال ستريب. تعال نرجع للباوربوينت بتاعنا كده. بص حضرات، ال XML string بيتكون من حاجات معينة، يعني من ثلاث أجزاء رئيسية، خلينا نبص عليها كده. بص حضرات، ال XML string اللي احنا بس بنعدل فيه بحاجة بسيطة، مش ال XML file، بتعايز بتعدل حاجة، بجيت حاجة معينة، بتديريت حاجة معينة، بتسيت حاجة معينة، بيتكون من ثلاث أجزاء. حاجة اسمها ال API controller string، وفي هذه الحلقة بتحط الفايرول اي بي البورت بتاعك، ولازم يكون البورت ده بتاع الادمنستريتور، يعني من الاخر 4 4، او لو انت مغيره هيبقى ايه البورت بتاعه، وتحط بعد الفايرول اي بي والبورت ده بيشكلوا حاجه اسمها الاي بي اي كنترولر سترينج. وبعد كده بتلاقي حاجه اسمها
الادمنستور ساين ان، بتبتدي تحط اليوزر نيم بتاع حضرتك وتبتدي تحط الباسورد. ده تاني حاجه اللي هي الادمنستريتور ساين ان ريكويست. يبقى اول حاجه اي بي اي كنترولر بحط فيها سوري بحط فيها الاي بي وبحط فيها البورت. تاني حاجه الادمنستريتور ساين ان ريكويست وبحط فيها اليوزر بتاعي اللي انا داخل بيه اللي هو مثلا اي بي اي 1 وبحط له الباسورد بتاعه. وبعد كده بقى بحدد الكونفيجريشن، انا في ريكويست اكس ام ال ده بتاعي يعني حاجات حاجه انا عايز داتا معينه اتريبيوت معين مفيش مشكله، فبقول له جيت وبنقول له هذا الكلام. هنشوف مثال لهذا الكلام، او ان انت بتاد حاجه معينه او بتابديت حاجه معينه ففي هذه الحاله بتقول له سيت، او لو انت عايز تدلت حاجه معينه في هذا الكلام فهتقول له ريموف. تعال نشوف كده مثال بسيط. ادي احنا قلنا مثلا احنا بنستخدم البراوزر وممكن نستخدم السي ال اي وممكن نستخدم البوست مان. في البراوزر بتكتب بكل بساطه HTTPS وزي ما قلنا الفايرول اي بي والبورت، ده الجزء الاولاني الخاص بالاي بي اي كنترولر. وبعد كده بتبتدي بتحط اليوزر نيم والباسورد، وبعد كده اليوزر نيم والباسورد بتبتدي تحط ريكويست اكس ام ال بكل بساطه اهوت. يعني ده الاي بي اللي انت حضرتك هتخش بيه، ده البورت اهوت، وبعد كده بتبتدي تحط ريكويست اكس ام ال. ريكويست اكس ام ال بتبتدي تحط له اليوزر نيم الاي بي اي 1 مثلا، وتبتدي تحط له الباسورد، الباسورد بتاعنا هو باسورد كومبلكس 1 2 3، وتبتدي بعد كده بتضيف. طيب انا بضيف ايه هنا؟ انا بقول له هنا جيت، ده جيت ريكويست. جيت ايه؟ اي بي هوست، هو انا عايز اعرف الاي بي هوست اللي موجود على الجهاز. مفيش مشكله هنبتدي ناخد حاجه زي كده، نرجع كده اهو. تعال نعدل فيه بس الايه؟ في الاي بي ده. خلاص ونبتدي ناخده زي ما هو كده اهو، نقول له كوبي سوري كوبي خلاص، وهتروح داخل على اي براوزر عندك وتروح بكل بساطه عامل كده اهو بيست اند جو. خلاص زي ما احنا شايفين هو راح داخل جاب لحضرتك كل الايه الاي بي هوست. تعال نرجع للجهاز بتاعنا اهو، تعال نخش في الهوست اند سيرفيس ونشوف بقى الاي بي هوست بتاعنا. ادي الاي بي هوست اهو عندي ايه، اي بي اي بي والاي بي اي الايميل سيرفر والاس اس ال والويب سيرفر 1. مش ده الحاجات اللي موجوده، ده غير الحاجات الباي ديفولت بورت 1 و2 و3 والكلام بتاعنا بتاع الاي بي هوست. المفروض ان انا اشوف كل الكلام ده. هتخش اهو، تعالى ننزل تحت ونبتدي كده واحد واحد. ادي بورت 3، ادي بورت 1، ادي الاي بي اي اي بي، ادي البورت 2، ادي الويب سيرفر. تمام، كل الداتا هو جابها لك اهو بالاكس ام ال ستريم. دي الطريقه المفضله والاساسيه في موضوع الاي بي اي. طيب في اوبشن تاني، اه طبعا احنا ممكن ان احنا نعمل هذا الكلام بالكوماند، لو يفضل ان انت تشتغل على الاوبونتو في الحته دي فبتبتدي برضو نفس الكلام. الكلام ده يعني موجود في الماتيريال افيلبل زي ما قلنا لحضراتكم، تبتدي تاخد نفس الكلام تقول له سي ار ال وبعدين ماينس كي، وتبتدي تقول له نفس الكلام الفايرول اي بي والبورت، وتحط له ريكويست اكس ام ال. ريكويست اكس ام ال يعني هي كوبي بيست. طب انا حضرات انا عايز اعرف هو انا دايما هاخد جيت معينه او اد لحاجه معينه او ريموف لحاجات معينه؟ لا ده اكزامبل. طب انا عايز اعرف ايه اللي انا ممكن اعمله، عايز اختار حاجه تانية. بتخش على حاجه اسمها الاي بي اي سوري كده، يعني خلينا نخش على جهاز افضل بدل ما نعمل سيرش في جوجل. ده طبعا 18.5 مديك السورس اسيستنت، وهنقول له اي بي اي هيلب. تمام، خلينا نشوف ثواني. ادي الاي بي اي هيلب اهو سوري، ادي الاي بي اي هيلب حضرتك بقى ايه كل حاجه موجوده هنا، مونيتور وانلايز بروتكت كونفيجريشن سيستم. بتخش وتشوف هذا الكلام وتبتدي تستفيد بهذا الكلام. يعني مثلا اكسس تايم، تمام ادي بقى هو طبعا بيديك طبعا شرح كامل لهذا الكلام، كل الكلام ده كله، ومديك هنا ازاي ان انت تقدر تعمل الكونفيجريشن بتاع حضرتك. بديك سامبل بسيط اهي، الكلام ده كله بقى سيرفنج كوتا، يعني هو كل حاجه موجوده. تبتدي تاخد هذا الكلام وتبتدي تعدل فيه، سواء انت بقى بتعمل بقى ست او اللي انت عايز مثلا جيت او
عايز تعمل ريموف ايا كان بقى طبعا الاكس ام ال ريكوست اللي حضرتك بتعمله. يعني من هنا طبعا زي ما قلت لحضرتك تبتدي تجيب الداتا بتاعتك. طيب تعال نرجع للباوربوينت بتاعنا. احنا كده خدنا يعني اكزامبل لموضوع الجيت. تعال بقى ايه ناخد اكزامبل تاني لموضوع مثلا زي موضوع الست. طيب موضوع الست انا عايز اسيت حاجه معينه، فهعمل ايه؟ نفس الكلام، هحط الفايرول اي بي، هحط البورت، وفي بعد كده هحط الريكوست اكس ام ال بتاعي. الريكوست اكس ام ال هحط اليوزر نيم، هحط الباسورد، وبعد كده هحط الست بتاعي. طيب انا بسيت هنا ايه؟ والله انا بقول له ضيف اي بي ادرس بتاع 198 دوت واحد دوت اتنين دوت واحد از اي بي هوست. فتعال ناخده كده، نعدل بس الاي بي خلاص ونبتدي ناخده زي ما هو كده تمام. وبأبسط اسلوب ان احنا هنروح داخلين هنا ونقول له بيستنجو خلاص، قال لك اوثنتيكيشن سكسسفول والدنيا تمام وابلاي سكسسفول. تعالى نرجع للجهاز بتاعنا نعمل ريفريش. تعالى نقفل الجهاز التاني ده عشان ما يحصلش فيه لخبطة، عشان احنا فاتحين جهازين خلاص. ادي يا سيدي ايه المفروض ان يبقى عندنا اي بي هوست تاني. تعالى نعمل ريفريش كده ونرجع تاني هوست اند سيرفيس تمام. ادي اهوت الاي بي اي تيست اللي احنا مكريتينه ب 198.1.2.1 ده اللي حضرتك كريته. يبقى اذا حضرتك بنستفيد من الاي بي اي ايه؟ بتاد بتشينج بتجيت انفورميشن او داتا معينه، بتريموف، كل الكلام ده حضرتك انت بتحدده في البروفايل للي اليوزر اللي باليوزر نيم والباسورد اللي هتديه للراجل اللي هيشتغل في هذا الكلام. يعني ريكومند دايما ان انت بتحدد موضوع الالاود اي بي ادرس وعشان تسكيور الدنيا، وتحدد هو هيشتغل في ايه بالظبط عشان ما يحصلش اي مشكله عند حضرتك وتلاقي الدنيا اتلخبطت. طيب ده ببساطه لو احنا عايزين ايه؟ عايزين نغير في اكس ام ال سترنج، حاجه بسيطه زي ما قلنا جيت وديليت ريموف كل الكلام البسيط ده كله. طيب انا بقى لا انا عايز اشتغل على كذا حاجه، يعني انا عايز اغير في اكتر من حاجه، هل هبقى هفضل بقى كل شويه اغير بالاسلوب ده؟ لا حضرتك مفيش مشكله، لا هستخدم بوستمان ولا هستخدم الاكس ام ال عن طريق الاي بي ادرس بتاع بالبراوزر، ولا في نفس الوقت برضو هستخدم موضوع السي ال اي اللي احنا شفناه. امال هستخدم ايه؟ هبتدي انزل كل الاكس ام ال فايل الخاص بالكونفيجريشن بتاع الجهاز واعدل بقى زي ما انا عايز بعد كده. طب الكلام ده بيتم ازاي يا حضرات؟ سهله وبسيطه. ازاي؟ هنبتدي نخش في الامبورت اند اكسبورت تمام، وهتقول له بقى ايه اكسبورت فول كونفيجريشن. لما هتكسبورت الفول كونفيجريشن يعني خلينا برضو طبعا هو هياخد وقت شويه عشان بيعمل اكسبورت الفول كونفيجريشن، انا هريح حضرتك خالص وهنبتدي نخش هنا وهيبتدي ينزل لك. يبقى هينزل لك حاجه زيبنج زي كده بالمنظر ده خلاص، وهيبتدي حضرتك ادي التلاته اللي موجودين اهم، ادي التلاته اللي احنا بنتكلم فيهم. ده المفروض انت تفتح بالنوت باد. طب هعمل ايه؟ هعمل له يا سيدي اكستراكت كده وانزب بكل بساطه وتعالى نفتحه خلاص ونقول له edit with notepad خلاص. ادي الدنيا كلها قدام حضرتك اهي، ابتدي حضرتك عدل زي ما انت عايز، وبعد ما تعدل هتسيف، وبعد ما هتسيف هترجعه تاني تعمل له زيبنج از طار يعني دوت طار، وبعد كده بعد ما تخلص هذا الكلام تروح داخل بالجهاز بتاع حضرتك تمام. و طبعا هو هياخد وقت انا عارف في موضوع الايه الفول كونفيجريشن. بعد ما بتخلص هذا الكلام بتقول له امبورت وبتحدد له الجهاز الفايل بتاعك وتاخده وخلاص الموضوع انتهى على كده. يعني ادي بكل بساطه لو انت عايز تشتغل بموضوع الاكس ام ال فايل. طيب الاكس ام ال فايل يعني لو قلنا احتياجاته في حاله ان انت عايز تعمل حاجه اسمها اكستنسيف تشينجينج او اكتر من تشينج تبتدي تستعمله، حاجة بسيطة قلنا نشتغل بموضوع الـ XML string. يعني موضوع الـ API يعني لو في باك جراوند لحضرتك لو هتشتغل مع ديفلوبر معين هتلاقي هو أوير كويس جدا بهذا
الكلام. وطبعا يا حضرات يمكن احنا في مجال الاي تي لازم برضو تبقى اوير، قصدي ببعض المعلومات مثلا في الديفلوبنج او غيره، لان انت هتلاقي دايما هتصطدم ببعض الكيسز اللي انت بتغير فيها، فلازم تبقى فاهم هذا الكلام ولازم تبقى عارفه على الاقل ان جنرال، مش لازم انت تكون اشتغلت بايدك، لكن ابسط حاجه لازم تبقى عارف الموضوع ماشي ازاي. طيب خلينا نخش على موضوع تاني، موضوع الامبورت والاكسبورت. طيب هنرجع للباك اند فيرم وير امبورت اكسبورت. في الامبورت اكسبورت قدامك الاتي، تعمل امبورت من هنا، تبتدي بتشوف البورت فايل اللي عند حضرتك وتعمل براوس وبتختاره وبتعمل امبورت. طيب في الاكسبورت بيبقى قدامك اتجاهين او تو اوبشن، اول حاجه ان انت تعمل اكسبورت للفول كونفيجريشن او اكسبورت لسيلكتيف كونفيجريشن. الفول كونفيجريشن هتلاقيه بياخد مع حضرتك وقت شويه، لكن السيلكتيف انفورميشن طبعا هيبقى واخد اقل وقت طبقا للي انت مختاره. تقول له اد نيو ايتم، زي مثلا انت عايز تعمل اكسبورت لليوزر، ممكن تختار هنا بقى اليوزر واليوزر جروب واليوزر اكتيفيتي، تختار اللي انت عايزه وتقول له انكلود ديبندنت انتيتي وبتقول له اكسبورت والموضوع انتهى على طبعا بيطلع لك كونفيجريشن فايل. الكونفيجريشن فايل ده هنشوفه هيبقى دوت اكس ام ال فايل، يعني احنا لو عملنا اكسبورت فول كونفيجريشن هنا، وطبعا هو هياخد وقت في موضوع الاكسبورت، فانا منزله لحضراتكم اهو. تمام خلينا نبص عليه سريعا كده، ادي اهو خلاص. وتعالى نفتح نفس الكلام زي ما قلنا، هتلاقي فيه الانتيتي ده اللي هو الاكس ام ال فايل، تمام ده اللي انت بتفتحه وبتبتدي تعمل بقى امبورت واكسبورت في هذا الفايل. خلي بال حضرتك ان انت ممكن تاخد الكونفيجريشن وتغير فيه وترجعه تاني، يعني كنت تعمل اكسبورت سواء فول او جزء منه وتبتدي تعدل زي ما احنا شفنا برضو في قصه الاي بي اي وتبتدي ترجعه تاني، مفيش مشكله. يعني انت مش بتستخدمه بس في امبورت واكسبورت والكلام ده كله، لا انت ممكن تعدل في الكونفيجريشن بكل بساطه وترجعه تاني، والموضوع ده هيبقى مفيد في حته قدام هقولها لحضراتكم. طيب احنا قلنا ان زي ما قلنا الدوت اكس ام ال فايل ده الكونفيجريشن فايل بتاعي. خلي بال حضرتك ان انت برضو بتقدر تعمل امبورت واكسبورت للكونفيجريشن بتوين كومباتبل ديفايس، يعني ممكن اخد مثلا كونفيجريشن واحطه لجهاز تاني، بس شرط ان الجهاز ده يكون كومباتبل. بعد كده بقى هنشوف قصه موضوع السكيور ستورج ماستر كي. ايه هي قصه السكيور ستورج ماستر كي دي بقى اللي احنا قاعدين بنحكي فيها كل شويه نجيب سيرتها؟ تعالى نرجع كده ونشوف قصه السكيور ستورج ماستر كي. السكيور ستورج ماستر كي ده فور ذا فيرست تايم لما تيجي بتسطب بقى جهازك او غيره وتيجي تخش عليه ساين ان، هتلاقيه يروح مطلع لك يعني مسج زي دي كده اهوت. اول ما بتفتح بعد ساين ان بيطلبك فيها بان انت تكاري سكيور ستورج ماستر كي، تمام؟ بيبقى قدامك تو اوبشن، اسكيب فور ناو، يعني من الاخر انت بتقول له ايه مش هحطها دلوقتي، وده نترك ومد ان انت تعمل حاجه زي كده، يعني المفروض ان انت تكريت كي وتحفظها في مكان مناسب سيف زي ما احنا قلنا. طيب بكل بساطه هتلاقيه حاطط لك اوبشن تحت كده بيأكد معاك ان انت تعمل ستور للماستر كي باسورد في حته سيف، ولازم انت تتعلم عليها والا مش هيعمل لك كريت للكي. طبعا الكي بيبقى كومبلكس مينيمم 12 كاركتر، يبقى في ابر كيس ولور كيس وفي نمبر وفي سبيشال كاركتر. طيب السكيور ستورج ماستر كي يا حضرات بيدينا مور سكيور وبيضيف لنا لير ثانيه من الاكسترا بروتكشن فيما يخص حاجه اسمها السنسيتيف داتا. ايه السنسيتيف داتا؟ قال لك اليوزرز، الباسورد، السيكريت، وكل شويه بيزودوا حاجه بقى، يعني تلاقي مثلا الواي فاي اكسس بوينت سيكريت، الهوت سبوت فاوتشر، كل ده بيبتدي بيضموا في السنسيتيف داتا اللي بتبقى انكريبتد عن طريق الباسورد. يعني هتلاقي الفي بي ان سيرتيفيكت، كل الكلام ده دي ان اس، الاس اس ال في بي ان، كل الكلام ده بينطبق عليه موضوع الانكريبشن للسكيور ستورج ماستر كي، وهو بيعتبرها از سنسيتيف انفورميشن. مين القادر ان هو يكريت السكيور ستورج ماستر كي؟ وحيد فقط لا غير، هو ديفولت سوبر ادمن اللي احنا بنخش بيه اللي هو اليوزر نيم ادمن. لو انت عندك 100 ادمن تاني هو ممكن يشوف الرسائل مفيش مشكله، لكن مش هيقدر يكاريت عن حضرتك موضوع السكيور ستورج ماستر كي. لازم تخش حضرتك بسوبر ادمن وتبتدي تحط هذا
ايه الكلام. طبعا زي ما قلنا اي ادمنستريتور تاني هيشوف ممكن مش هيقدر يعمل اي حاجه، فملوش لازمه، لازم انت حضرتك تتدخل في هذا الكلام. امتى هو يعمل ريسيت او ما يطلبكش او يعمل ريموف للسكيور ستورج ماستر كي؟ في حالتين، في حاله ان السوفس فاير وول يا اما يعمل ريسيت الفاكتوري سيتنج كانك اوت اوف ذا بوكس لاول مره من المصنع، او تعمل ري ايمج للفاير وول. يعني ري ايمج من الاخر ان انت بتنزل الايزو وبتحرقه باي ابلكيشن طبعا معروف، وبتبتدي بعد كده تستخدم يو اس بي وبتبتدي تعمل ايمج جديده. دي الحالتين فقط لا غير، اللي هو بيبقى من الاخر بيعمل ريموف للسكيور ستورج ماستر كي. تاني باكد على حضرتك ان انت لازم تبقى كيب الباسورد دي سيف في مكان معين ايا كان، عشان تقدر تعمل بقى امبورت واكسبورت وباك اب وريستور وكل الكلام ده. الباسوردات مهمه جدا ان انت تحفظها عشان ما يحصلش مشكله وتيجي تعمل ريستور او امبورت تاني للكونفجريشن فتفاجئ ان انت ناسي الباسوردات والدنيا تبوظ منك. في حاله حضرات الهاي افيلابيلتي، يعني انت عندك جهازين وعامل ما بينهم هاي افيلابيلتي، الماستر كي بيحصل لها سينكرونايزيشن بتوين التو ديفايس، يعني نفس السكيور ستورج ماستر كي موجوده على الجهازين، سواء انت بقى شغال اكتف اكتف او سواء شغال اكتف بس. طيب لو في جهاز بقى ستاند الون او انت عملت تسيبه الهاي افيلابيلتي بيستنى السكيور ستورج ماستر كي زي ما هو، الا لو حضرتك بقى ايه دخلت وعملت له ريسيت. طيب انا امتى بلجا ان انا اعمل ريسيت؟ بعمل ريسيت لو انا في حاله الهاي افيلابيلتي من البرايمري ديفايس. طيب لو جهاز عادي فقط لا غير او غيره، قال لك لو جهاز عادي بتخش بالاسلوب اللي احنا هنشوفه دلوقتي وتقدر تعمل ريسيت. طيب في الهاي افيلابيلتي تاني لا، بتخش على الجهاز برايمري وبتمشي بنفس الستيبس اللي احنا هنمشي بيها دلوقتي. تعالى نخش سريعا كده على الجهاز بتاعنا، تمام، وتخش هنا في الكونسول وهتبتدي تعمل الاتي، دخل له الباسورد بس طيب، دخل له الباسورد تاني، هنختار نمرة 2 System Configuration، واخر حاجه رقم 5 هتختاره، هيقول لك برضو ايه دخل لي الديفولت ادمن باسورد، فهندخله تاني. تمام، وبعد كده بقول لك ايه والله حط لي سكيور ستورج ماستر كي جديده. اقول لك كونفيرم، خلاص كده ايه انت عملت ريسيت. خلي بالك انت عملت ريسيت، يعني ايه ريسيت؟ يعني انت ما عملتش ريكفر للباسورد القديمه، لا، الباسورد القديمه خلاص انت مش فاكرها، راحت وراح معاها اي محاولات ان انت تعمل كومبليتلي ريستور للكونفيجريشن بتاعك، اللي ان انت عشان ترجع كل حاجه بالسنسيتيف انفورميشن وبدل ما تدخلها وتعمل لها كريت تاني لازم يكون معاك سكيور ستورج ماستر كي. ما معاكش عملت ريسيت خلاص ما فيش مشكله، اعمل ريسيت وهيكريت لك واحده جديده، لكن مش هتعمل ريكفر، فاذا كل الباكوات اللي انت واخدها هيبقى فيها مشكله او هترجع وزود سنسيتيف داتا. يعني موضوع السكيور ستورج ماستر كي ده مهم جدا ان حضرتك تبقى فاهمه وعارفه كويس جدا. طيب زي ما قلنا الاكسبورت فول كونفيجريشن بياخد منك وقت، واكسبورت سيلكتيف انفورميشن بياخد وقت اقل، وبعد كده بتلاقي الاكس ام ال فايل ظهر بتاع حضرتك. طيب في بعض السيناريوز كده، خلينا نرجع للباور بوينت اهو، بعض السيناريوز اللي انت لازم تبقى فاهمهم في موضوع الماستر كي. طبعا انت لما بيظهر لك فور ذا فيرست تايم في ساين ان بعد ما بتخش على الجهاز موضوع الرساله بتاع الماستر كي، لو انت ما حطيتهاش يعني بقى الجهاز بتاعك وزود ماستر كي، ايه اللي هيحصل؟ قال لك مفيش مشكله، انت ممكن تعمل اكسبورت للكونفجريشن وتعمل امبورت بس على ذا سيم فاير وول، ماشي، مع السنسيتيف انفورميشن وديبندنت كونفجريشن كل الكلام ده مفيش ادنى مشكله ما دام بتعمل امبورت واكسبورت
على نفس الجهاز، ومدام ما عملتش لا ريسيت ولا ري ايمج للجهاز ما فيش مشكله، على نفس الجهاز مدام ما حطيتش ماستر كي الامور هتمشي معاك تمام. طب امتى بقى مش هتقدر ان انت تعمل امبورت بالاسلوب الصحيح وان السنسيتيف داتا او انفورميشن كلها ترجع؟ قال لك لو انت خدت الكونفيجريشن ده ورحت عديته على ديفرنت اكس جي فايرول، لو انت الكرنت ديفايس الجهاز بتاعك يعني عمل ريسيت او ري ايمج، في هذه الحاله لا خلاص انت مش هيرجع لك الكونفيجريشن بالسنسيتيف داتا بتاعت حضرتك. فانت لازم زي ما قلنا لو انت ما عندكش ماستر كي حطه، ولو ان كيس ان انت بتعمل امبورت واكسبورت وزود ماستر كي من غير ما تحطها، ما دام شغال على الجهاز مفيش مشكله هتعمل امبورت واكسبورت على نفس الجهاز، لكن لو امبورت واكسبورت على جهاز تاني او الجهاز بتاعك عمل ريسيت او ريم زي ما قلنا هيبقى في مشكله في هذا الكلام. طبعا انت في حاله لو انت عملته على جهاز تاني او عملت ريسيت وري ايمج هتضطر ان انت تعمل ريكرييت للانفورميشن بعد كده. السيناريو الثاني بقى حضرات، عندك ماستر كي يعني انت خلاص كريت الماستر كي وموجوده، طيب وما دخلتش الماستر كي، يعني جالك عمل لك ريكوير الماستر كي وما دخلتش الماستر كي، هل اقدر ان انا اعمل امبورت للكونفيجريشن؟ قال لك ما فيش مشكله هتعمل امبورت للكونفيجريشن بس هتلوز اي سنسيتيف انفورميشن من من الامبورت بتاع حضرتك، من الاكسبورت سوري بتاع حضرتك ماشي. يعني انت من الاخر هتعمل اكسبورت وتيجي تعمل امبورت مفيش مشكله، وما حطيتش الماستر كي اللي انت حطيتها من الاول نسي، خلاص مفيش مشكله هتبتدي تاخد الحاجه اللي انت عامل لها اكسبورت تيجي تعمل لها امبورت تاني هتامبورت وزود ايه السنسيتيف انفورميشن وهتبتدي تعمل ري انتر ري كريت. وخلي بالك كل السنسيتيف انفورميشن كتير، عندك يوزر اكتر، عندك باسوردات بقى ليه، يعني هيبقى هيدك عندك مش طبيعي في هذه الحاله. فتاني وارجع اقول لحضرتك تاني لازم يبقى موضوع الماستر كي مهم جدا ان انت يعني تسكيور هذا الكلام وان انت تسيبه في مكان تبقى عارفه ودايما يكون معاك. طيب انا لو بقى اخدت الكونفيجريشن بتاعي عملته اكسبورت ورحت واخده وبعمل له امبورت مثلا على ديفرنت اكس جي فاير وول او مثلا عملت ريسيت او ري ايمج، قال لك لا لازم يبقى في ماستر كي تدخله. ما دخلش ماستر كي مش هتعرف تعمل حاجه اساسا، مش هتلوز بقى سنسيتيف انفورميشن، لا انت مش هتعرف اساسا تعمل اي حاجه خلاص. فلازم تبقى واخد بالك برضو من السيناريو ده. طيب لو انت الكونفيجريشن ما فيهوش سنسيتيف داتا، انت يا دوب لسه ما عملتش اي نوع من انواع الانفورميشن او الداتا كتير الموجوده على الجهاز، خلاص الموضوع مش فارق معاك كتير يعني، فمش هتفرق بقى وجود موضوع ماستر كي في اي حاجه من الحاجات دي. فدي ثلاثه سيناريو تبقى عارفهم، ان انت لو زودت ماستر كي او لو انت عم كريت ماستر كي وما دخلتوش، لازم تبقى فاهم ايه اللي هيحصل بالظبط في هذا الكلام. طيب احنا قلنا برضو ان انت تقدر تستخدم الكونفيجريشن مثلا اللي بتعمله اكسبورت ان انت تبتدي تخش بيه وتفتحه بالنوت باد وتبتدي تغير زي ما قلنا في هذا الكلام وترجعه تاني، ده انت ممكن تستخدمه ان انت تعمل ابديت لكونفيجريشن في هذه الحاله بقى، سواء بالاي بي اي كده زي ما انت بتفتح وتحط هذا الكلام وترجعه تاني لو انت محتاج ان انت تعمل ابديت لهذا الكلام. طبعا هيبقى في كيس هبقولها لحضرتك برضو هتحتاج فيها ان انت تعمل اديتنج للداتا في الكونفيجريشن اللي انت بتسحبه من على الجهاز تعمل له اكسبورت. يعني ادي موضوع الامبورت اكسبورت. تعالى سريعا كده اهو نرجع للجهاز بتاعنا. هنعمل مثلا اكسبورت لسلكتيف انفورميشن، عايز بقى مثلا نقول له نتورك مثلا، خلينا كده نكتب له نتورك سوري. طيب خلينا نكتب في بي ان مثلا ماشي. ممكن انت تاخد الكونفيجريشن بتاع الفي بي ان بقى كله زي ما انت عايز اهوت، بيبتدي تاخد الاوبشن بتاعك وتبتدي تاخده وتبتدي تعمل اكسبورت، وزي ما قلنا بنعمل انكلود للديبندنت ايدنتيتي والموضوع انتهى على كده. في حاله الامبورت بقى، تعالى بقى في حاله الامبورت انا هعمل امبورت اهو، طب انا عندي حاجه امبورت منها، ما انا لسه منزل واحد. طيب خلاص خلينا انا بس ايه يعني هناخده كده سريعا، خلينا نرجع تاني نشوفه احنا حاطينه فين. خلاص اهو خلاص هو قبله كده، بعد كده بتقول له امبورت. بص بقى يا سيدي،
لو انت عملت امبورت لازم تبقى واخد بالك من الاتي. اول حاجة الفيرموير فيرجن، انت ممكن تعمل امبورت واكسبورت على هذا الكلام في الفايروول بسيم او ليتر فيرموير فيرجن. بمعنى لو ده شغال فيرجن مثلا 18.5 مفيش مشكلة ان انت تعمل كونفيجريشن ان انت تعمل امبورت واكسبورت بين تو ديفايسز شغالين على نفس الفيرموير. او لو انت بكل بساطه شغاله مثلا على جهاز الفيرموير بتاعه مثلا 18 تمام، وعايز تعمل امبورت واكسبورت الكونفيجريشن على جهاز شغال 18.5 ما فيش مشكله، لكن مش اقل، مش فيرموير اقل. برضو الكلام بتاع الباترن فيرجن لازم بيبقى يعني مهم، ولازم حضرتك تبقى فاهمه ان انت تقدر ان تعمل امبورت للكونفيجريشن لفاير وول برضو نفس الكلام ذا سيم او ليتر باترن فيرجن. فلازم تتاكد من موضوع برضو موضوع الباترن فيرجن لو انت بتعمل امبورت لباتر فيرجن معين. باتر فيرجن يعني من الاخر ان انت بتختار سيلكتيف حاجه معينه وتاخدها وتبتدي تعمل لها امبورت واكسبورت. طيب موضوع بقى الكونفيجريشن سيتنج، قال لك الفاير وول برضو لازم تبقى متاكد ان الاكزيستنج كونفيجريشن مع نيو سيتنج هو بيبتدي ابلاي. يعني من الاخر ان انت لما باجي اعمل امبورت هنا لي، عشان كده انا مش عايز اعمل دلوقتي للاكس ام ال فايل دي، اي داتا جديده فيه هيبتدي هو يعمل لها امبورت، ومن الاخر هيروح هو مطبقها ويشيل القديمه اللي موجوده عنده. طيب خلي بالك برضو ان انت لو بتعمل امبورت للكونفيجريشن خاص مثلا سي تعال نقول سيلكتيف، وهي هنقول مثلا اكسس بوينت مثلا، خلينا كده نشوف اكسس بوينت. طيب خلينا يعني ندور عليها سريعا كده. ماشي اوت سبوت مثلا، خلاص. طيب بص يا سيدي، لما باجي اعمل امبورت كونفيجريشن خاص بهاردوير ديفايس واردس ديفايس يعني زي الاكس بوينت او غيره، لازم تبقى عارف ان انت لما بتعمل اكسبورت وامبورت ما بين اجهزه لازم تكون ايكوال او اكتر في النمبر اوف ايثرنت بورتس. يعني من الاخر ان انت لو بتعمل امبورت مثلا لكونفيجريشن خاص باكسس بوينت من جهاز من ديفايس في 8 بورت، يبقى انت هتروح تنزل الكلام ده بنفس الموديل على جهاز برضو فيه 8 بورت. طيب افرض الجهاز بقى فيه بورتات زياده، لا يبقى انت لازم حضرتك هتخش تعمل ايه؟ هتعمل اكسبورت وتخش بالامبورت وتعمل اديت للاكس ام ال فايل وتشيل الزياده دول. اور لو انت عندك مثلا ان ده مكتوب فيه بورت واحد والتاني بورت ايه؟ فيش مشكلة، يبقى انت هتروح موحد كل بورت ايه وبورت واحد وتبتدي ايه زي ما احنا شفنا قبل كده تبتدي تعدل في نوت بات للاكس ام ال فايل وتبتدي تدخله تاني، مفيش مشكلة بعد ما بتحوله لدوت تار فايل. يعني دي حاجات لازم ان احنا نبقى عارفينها في موضوع امبورت اند اكسبورت. تعال نخش على الفيرموير بقى. بص يا سيدي، طبعا يعني هو فيرجن 19 نزل اهو، احنا نزلناه بس احنا لسه شغالين زي ما احنا على الفيرجن 18.5 اللي احنا بنشرح فيه من بدايه الكورس. بص يا سيدي، الفيرموير بتقدر هنا بتشوف الحاجه اسمها الفيرموير فيرجن، سواء بقى ان انت تقدر تعمل تشيك لي نيو فيرموير فيرجن، او ان انت حضرتك بكل بساطه تقدر تعمل اوتوماتيكلي انستليشن للهوت فيكس، والكلام ده هنشوفه، او تقدر ان انت تغير الديفولت كونفيجريشن لللانجوج بتاع حضرتك. طيب انا ممكن اعمل ايه؟ بتبتدي بكل بساطه بتقول له تشيك نيو فيرموير عشان تشوف لو في اي فيرموير، هو اوتوماتيك على طول هتلاقيه لو في فيرموير بما موجود، وبعد كده بتعمل له داونلود. خلاص يعني خلينا نعمل داونلود كده قدامنا، يبتدي بقى يديك بقى برسنتج كده في الداونلود لحد ما يخلص هذا الكلام. طيب باي ديفولت هو هنا في الفيرموير، انت لو عندك فيرموير واحد فقط لا غير خلاص بتلاقي واحد. لو جالك ابديت مثلا عملت تشيك لي نيو فيرموير ونزلت واحد جديد عملت له انستول، هو ماكسيمم بيحتفظ ب 2 فيرموير، كل فيرموير فيهم في سيبريت بارتيشن وبسيبريت كونفيجريشن. يعني مش معنى ان انا هعمل ابديت لكونفيجريشن هلاقي الكونفيجريشن القديم، لا حضرتك لازم تبقى فاهم ان انت مثلا لو نقلت الفيرجن 19 وبعدين نقلت بعد كده رحت عامل حاجه اسمها رول باك، يعني
يعني رجعت لو عندك اتنين ورجعت القديم، خلي بالك ان القديم ده هيستنى باخر كونفيجريشن حضرتك عملته عليه. ليه؟ لان هو مفيش سنكرونيزيشن للكونفيجريشن، ده على بارتيشن وده على بارتيشن، وده بكونفيجريشن وده بكونفيجريشن، فده حاجه وده حاجه. فاحرص دائما ان انت لو مثلا شغال على فيرجن 19 زي ما انت شايف كده مثلا يعني، وعملت كونفيجريشن معين تمام، وبعدين بعد كده عملت رول باك، وقلنا رول باك يعني ايه؟ ان انت بتقلب للفيرموير التاني لو عندك اتنين فيرموير يعني. الفيرموير القديم هتلاقيه باخر حاجه او اي اخر كونفيجريشن وسيتنج حضرتك عاملها. طيب خلي بالك برضو ان الفيرموير موديل سبيسيفيك. يعني ايه موديل سبيسيفيك؟ يعني من الاخر لو عندك فيرجن 19 يبقى فيرجن 19 بتاع انهي جهاز؟ بتاع اكس جي مثلا، بتاع اكس جي اس، بتاع جهاز 125، جهاز 750، على حسب الجهاز، لان كل فيرموير بيبقى مختص بموديل معين للجهاز. لازم تبقى فاهم هذا الكلام. هل انا اقدر اعمل ابجريد بس؟ والله لا، انت ممكن برضو تعمل داون جريد، بس خلي بالك تعمل داون جريد باسلوبين. لو موجود عند حضرتك الفيرموير القديم بكل بساطه، او ان انت تعمل داون جريد لفيرموير كومباتبل. طب اعرف منين الفيرموير بتاعي كومباتبل ولا مش كومباتبل؟ سهله وبسيطه، بتخش في الاكونت بتاع ماي سوفوس وبتخش في النتورك بروتكشن. طبعا ده لو انت عامل ريجستر للجهاز بتاعك سريعا كده تمام. هنقول له فيو ديفايسز لو انت عامل ريجستريشن، وهو هيبتدي يقول لك بقى والله انت ممكن تنزل انهي واحد بقى بالظبط، يعني هل نزل بقى ده فيرجن كام فيهم. طيب هل لو انا مش عامل انسر؟ مفيش مشكله، مش عامل، بتخش في الفيرموير ابديت تمام، وبتكتب السيريال نمبر بتاع الجهاز، فبيقول لك والله هو مثلا تقدر تستخدم انهي فيرموير يبقى كومباتبل دلوقتي مع هذا الجهاز. فاذا انت مربوط يا اما بالفيرموير القديم اللي انت عملت له ابديت ويبقى موجود عندك، موجود يعني هنا في السوفس تمام، او ان انت بتخش في الماي سوفس بتاع حضرتك او تبتدي تشوف الفيرموير ابديت، او في الفيو ديفايس لو انت عامل ريجستر للجهاز هو كومباتبل مع ايه بالظبط. خلي بال حضرتك لما بتعمل ابديت للفيرموير بيبتدي الجهاز بيعمل ريستارت، فريكومند دايما ان موضوع الابديت للفيرموير بتعمله during non peak hour. يعني ايه non peak hour؟ يعني من الاخر في الوقت الشغل الفاضي، وقت ما فيهوش ضغط شغل، ما تجيش الساعه 12 تقول لي انا بعمل ابديت للفيرموير، لا، تعمله في توقيت ما بعد الشغل، في بدايه الشغل خالص قبل الموظفين يجوا، لازم حضرتك بتبتدي تعمل هذا الكلام. انا دايما بفضل يبقى ايه في نهايه يوم العمل. ليه؟ عشان لو في اي مشاكل قابلت حضرتك يبقى معاك وقت تقدر ان انت مثلا تعالج هذا الموضوع قبل بدايه يوم عمل جديد. فدايما اختار التوقيت اللي انت بتعمل بيه فيرموير ابديت، ولازم تعرف انه هيعمل ريستارت وهياخد وقت، ولازم تتاكد بعد لما بتخلص الفيرموير ان بتخش في الجهاز بتاع حضرتك بعد ما الدنيا تخلص، تخش في كنترول سنتر وبتشوفه هنا هو شغال على انهي فيرموير. يعني ده باختصار برضو موضوع الفيرموير. تعالى نرجع تاني، ادي الفيرموير خلاص. في الفيرموير انت الاكتف يبقى عندك حاجه اسمها اكتف فيرموير وان اكتف فيرموير. ايه الاكتف فيرموير؟ الاكتف فيرموير اللي بتلاقي عليها العلامه الصفراء دي تمام، ده اللي هو الفيرموير اللي حضرتك شغال عليه. التاني ده بيسموه ان اكتف فيرموير. بتلاقي برضو حاجتين، اول حاجه اسمها البوت فيرموير ايمج. البوت فيرموير ايمج ده انت لو عايز مثلا تعمل يعني من الاخر تبوت من الفيرموير ده مفيش مشكله، فبتروح عامل له كده فبيبتدي يعمل لك رول باك. طيب انا لو عايز اعمل ابلود، وهنشوف موضوع الابلود ده ان احنا ازاي ننزل الايزو بتاعتنا مثلا او غير او الايمج بتاعتنا ونرفعها، فبتيجي هنا وتقول له ابلود، وتختار بقى يا اما براوز وبتختار الفيرموير بتاعك وبتبتدي تقول له ابلود للفيرموير او ابلود ان بوت. ابلود ان بوت هيبتدي يخلص الابلود ويروح مبوت من اول وجديد ويدخلك على الفيرموير الجديد. طيب عايز اعمل فاكتوري ريسيت، عايز ارجع الجهاز بقى للصفر كانه طالع من المصنع بالفيرموير فيرجن اخر، بكل بساطه هتروح ايه دايس هنا اهو، هتلاقي مكتوب حاجه اسمها بوت وفاكتوري ديفولت كونفيجريشن.
تمام. هنا زي ما قلنا بتقدر تعمل تشيك، هو خلص هنا داونلود اهوت، تقدر انت تعمل انستول لهذا الكلام زي ما حضرتك عايز. يعني ده فيما يخص موضوع الفيرموير. طيب الفيرموير زي ما قلنا انت بتقدر انت تعمله عن طريق جي او اي بنفس المنظر ده، ان خلاص عملت تشيك، عملت له داونلود، انستول، والموضوع انت على كده وهيحتفظ باتنين. طيب هل دي الطريقه الوحيده فقط اللي انا اقدر اعمل بيها هذا الكلام؟ لا، انت ممكن تعمل ابجريد باسلوب تاني. ايه هو الاسلوب التاني؟ زي ما احنا لسه قايلين، تعالى كده نخش على المايسوفوس بتاعنا. خلاص بتبتدي تخش زي ما قلنا في الفيو ديفايسز، وفي الفيو ديفايسز هتبتدي تشوف الفيرموير وتعمل له داونلود. تيجي هنا اهو كده وتعمل له داونلود. خلاص هتيجي في الداونلود هنا بقى هتلاقي والله فيرجن 19 و18، يعني هو من الاخر هنا دول الاثنين اللي ايه اللي ممكن ان انت تعمل لهم ابلود. ممكن تعمل داونلود من هنا وتروح منزله. بعد ما بتنزله على طول اهو، طبعا بقى بتحط ايه كل الداتا دي كلها وتبتدي بعد كده تعمل له داونلود. بعد ما بتخلص الداونلود بتاعك تروح جاي هنا ابلود زي ما قلنا وتروح رافعه. طيب دي طريقه ثانيه غير ان انت بتعمل تشيك النيو فيرموير هنا مش جيو ايو، خلاص الموضوع انت على كده. ومن هنا انت دايما زي ما قلنا في مايسوفوس انت بتشوف هو كومباتبل مع ايه بالظبط، يعني هو من الاخر انا السوفس اللي انا فاتحه ده كومباتبل مع 18.5 وكومباتبل مع الفيرجن 19. خلاص طبعا بتعمل زي ما قلنا بتضيف هنا اهوت، وانت بتنزل بعد كده بتعمل الداونلود، بتضيف الداتا بتاعتك وتعمل اكسبت تمام، وتقول له سبميت كويري وخلاص، وتعمل ابلود زي ما قلنا والموضوع انتهى على كده. طيب ده اسلوب تاني. الاسلوب الاولاني ان انت تعمل تشيك نيو فيرموير من جي او اي. الاسلوب التاني ان انت بتبتدي تستخدم قصه ان انت تعمل داونلود وتبتدي ترفع الفيرموير بتاعك. هل في طريقه ثالثه؟ في طريقه ثالثه. ايه الطريقه الثالثه؟ افرض انت ما انتش عارف تاكسس اساسا جي او اي بتاعك، يعني مش عارف تخش على الويب ادمن كونسول لاي اسباب ايا كانت بقى، ما انتش عارف تخش على الويب ادمن كونسول، قال لك بتستخدم حاجه اسمها الايه الاس اف لودر. ايه الاس اف لودر ده؟ تعال نخش كده، ادي الجهاز بتاعنا اهو تمام، وهنبتدي وهو داخل كده هنضطر ان احنا نعمل له ريستارت. بس طبعا الجهاز على في ام وير، هنعمل له ريستارت. بص ادي هو لما تيجي تخش هتلاقي فيه ادي الاوبشن بتاعنا بما يخص الفيرموير، وعندي حاجه اسمها اس اف لودر. بتخش على اس اف لودر، يحصل ايه بقى في الاس اف لودر؟ تعالى خلي بالك ان الاس اف لودر بيشتغل مع الاكس جي سيريز. يعني ايه الاس اف لودر ده؟ مش هيشتغل معاك لو انت شغال في الاكس جي اس سيريز. خلاص طيب قدامك ايه؟ بيديك بقى ايه ثلاثه اوبشن، اما تلود نيو فيرموير، يا اما ترابل شوت، يا اما ابلاينس ابجريد. خلينا في اول حاجه اللي احنا هنختارها انه واحد، فهنختار واحد بكل بساطه، واحد سيلكت اهو، ثواني بس خش تمام، هنختار واحد اس تمام. هيختار بعد كده يقول لك ايه، والله اديني هو هشتغل بالنتورك ديفايس ولا بالسيريال بورت. لا خلينا هنشتغل النتورك ديفايس، فهنقول له واحد ونقول له اوكي تمام. طيب هيديك بعد كده والله انهي انترفيس انت حضرتك هتستخدمها. والله بقى انا هستخدم البورت 1 لو انا داخل من جهاز جوه اللان، او هضطر ان انا استخدم بورت 2. طيب هقول له بورت 2 انيبل فيها الدي اس بي ولا انيو مانيوال؟ والله حسب ما انت عايز. لو انت عايز تعمل انيبل للدي اس بي ماشي، ولكن انا بفضل ان انا اشتغل مانيوال اي بي سيتنج، وتبتدي بتروح معدل له هذا الكلام. يعني احنا طبعا مختارين بورت 2 عشان شغالين بيه. تعالى كده نعدل. تمام. وبتبتدي تنزل برضو تظبط لك النت ماسك بتاعك. ادي هو 255 دوت زيرو. عايز تحط بقى ايه الجيت واي بتاعك ودي ان اس والكلام ده، وهتبتدي تقول له اوكي. فمن الاخر كده وتروح نازل وعمل له اوكي. تقول له اوكي سوري
يعني هو ثانية واحدة. خلاص نبتدي بقى ايه، نقول له اوكي. خلاص بعد كده بيديك ايه، يا اما حاجتين، يا اما بتقول له انتر فيرموير يو ار ال مانيوالي، او بتقدر تقول له عن طريق ان انت تعمل ابلود ل عن طريق الديسكتوب براوزر. هتختار اتنين اللي هو ده ابلود، قال لك بيقول لك بقى خش على ايه اتش تي تي بي 172 14 14 20. ماشي طيب خلاص ماشي مفيش مشكله. تعالى نقول له كده، هنقول له اتش تي تي بي 172 دوت 14 دوت 14 دوت 20 تمام. وتعالى نرجع تاني هنا نقول له اوكي ماشي لك ويتنج فور كونكشن. خلاص تعالى تاني طبعا هو ده عشان قلبه اتش تي تي بي. تمام تعمل براوز هنا وتختار بقى من عند حضرتك اللي انت نزلته، تقول له تشوز فايل تمام وتقول له سند وخلاص. بعد كده هتلاقي حاجه اسمها مايجريت بيظهر لك رساله. طبعا انا مش هقدر اكمل اكتر من كده، خلينا نرجع خلينا نخش كده في البرزنتيشن بتاعنا نكمل حاجتنا عشان ما نبوظش شغلنا. بص يا سيدي تمام، هتلاقي من الاخر هيظهر لك الرساله بتاع بعد ما بترفع بقى الفيرموير بتاع حضرتك وهتقول له الاوفر رايت. بكل بساطه هيظهر لك الرسائل دي، هيقول لك ان انا اعمل مايجريت، هتقول له اتس اوكي، وبعد كده هقول لك الباسورد والموضوع انتهى على كده. طيب يتبقى لنا بقى موضوع الري ايمج وموضوع الباترن ابديت. الري ايمج يا حضرات والفاكتوري سيتنج برضو، يبقى هي ثلاث مواضيع. الري ايمج، الري ايمج يا حضرات انا بعمل الكلام ده في حالتين، يعني احنا قلنا برضو انا بستخدم الاس اف لودر في حاله الاكس جي. طب لو انا عندي اكس جي اس، لا الاكس جي اس بضطر نعمل ري ايمج، بس الري ايمج ينفع في الحالتين اكس جي واكس جي اس. فبكل بساطه بتعمل ايه، بتجيب يو اس في وتبتدي ان انت تنزل الاي زوايا بتاعت حضرتك، والكلام ده بيشتغل بقى على الهاردوير والفيرتشوال والسوفت وير. تبتدي تخش في نتورك بروتكشن في الداونلود انستولر، وخلي بالك انت بتخش فين، في الماي سوفس بتاع حضرتك، بتخش في الداونلود انستولر وتختار بقى ايه، سواء انت شغال هاردوير فيرتشوال سوفت وير، تختار الاي زوايا بتاعت حضرتك وتبتدي تنزلها وتبتدي تحرقها. طبعا هو يعني ريكومنديشن في الجايد لحاجه اسمها البانيتشر. البانيتشر دي يعني ابلكيشن من الاخر انت بتحرق بيه، يمكن انت ممكن تحرق الكلام ده باي ابلكيشن، يعني مفيش مشكله خالص يعني. خلاص وتبتدي بتختاره، يمكن خلينا نبص عليه كده كشكل، يعني اعتقد انا كنت منزله اهوت تمام. وتبتدي تقول له فلاش، وتبتدي بقى ايه سيلكت تارجت والكلام ده كله، وتبتدي تمشي كانك بتحرق الايزوايه بتاعتك عادي مش ادنى مشكله. دايما بتخش بعد كده على البايس وبتخليه يبوت من الفلاشه بتاعتك، وتبتدي بعد كده الفيرموير انستليشن بتاع حضرتك، تمشي بقى نكست نكست في هذا الموضوع. بعد ما بتبتدي طبعا ان انت تنسرت اليو اس بي فلاش، ويبقى عندك مونيتور ان انت يعني تمونيتور كل السيتنج وكل الانستليشن بتاع حضرتك. بعد كده خلاص بيطلب منك ان انت تدوس يس او واي تو ريبوت، وبعد كده بتدخل الباسورد بتاعتك الديفولت ادمن ادمن وخلاص، مفيش اكتر من كده. طيب لو انت بتعمل ابجريد في حاله الهاي افيلابيلتي ديفايس، يعني انا دلوقتي مثلا عندي فيرموير زي مثلا فيرجن 19 مثلا، وانا عامل هاي افيلابيلتي، عندي كازين وعامل عليهم هاي افيلابيلتي، هل انا محتاج ان انا اعمل تيرن اوف للهاي افيلابيلتي؟ لا، عندنا مفيش مشكله خالص. هو بكل بساطه بتخش على البرايمري ديفايس،
بتعمل تشيك، لقيت فيه فيرموير بتنزله، وبعد كده مفيش مشكله خالص ان انت تبتدي تعمل ابجريد. طب يحصل ابجريد ازاي؟ اول حاجه هو بيعمله بعد ما انت بتخش على البرايمري ديفايس وبتعمل داونلود والكلام ده، ان هو بيخش بوش الكلام ده للاوكسيلري ديفايس، تمام؟ وبعد كده بيخش يعمل حاجه اسمها ريستارت، بيبتدي يعمل ريستارت ل الديفايس بي اللي هو الديفايس الاكزيلري. يبقى هو من الاول بتخش على البرايمري ديفايس، تعمل تشيك، تعمل داونلود، وبعد ما بتعمل داونلود للفيرموير بيبتدي هو يبوش هذا الكلام الاكزيلري ديفايس. يبتدي الاكزيلري ديفايس بعد ما يوصل له الكلام ده تلاقي ان بيحصل له ريستارت، وطبعا انت ممكن تعمل مونيتور الكلام عن طريق البنج مثلا، يعني تقدر تشوف انهي جهاز بقى بيسقط منك عشان يعمل ابلود، يعمل بوت بالفيرموير الجديد، بتعمل بنج للاجهزه. هتبتدي بقى ايه، يبتدي الجهاز الاوكسيلري يعمل ريستارت ويبتدي يقوم بالفيرموير الجديد. البرايمر ديفايس الاساسي بيشتغل از ستاند الون، يبتدي بقى يشتغل ستاند الون ويبتدي يعمل ابديت لنفسه بعد كده، ويبتدي هما الجاهزين بعد كده يبقوا جاهزين بالفيرموير. يعني هو الموضوع بسيط، ويمكن نبقى اعمل لحضراتكم يعني فيديو مخصوص بحته ايه الابديت او الابجريد اللي بيحصل على موضوع الهاي افيلابيلتي. يعني الموضوع بسيط من الاخر، هو بيعمل ريستارت الاول بعد ما بينزل قلنا الفيرموير، يعمل ريستارت للجهاز الاوكسيلري وينزله، وبعد كده يخش على الجهاز الاساسي البرايمري يروح برضو ايه عامل ابجريد لنفسه، والموضوع انتهى على كده. طيب الفاكتوري ريسيتنج، الفاكتوري ريسيتنج ازاي اقدر اعمل ريسيت للجهاز بتاعي كانه لسه طالع من المصنع؟ قال لك بص انا عندي اربع طرق اقدر اعمل بيها فاكتوري ريسيتنج. اول حاجه عن طريق الهاردوير ريسيت، ان انت بتلاقي حاجه اسمها بتلاقي هاردوير ريسيت كده، تقدر ان انت تدوسه في او تضغط عليه في الجهاز بتاعك، وده بيختلف بقى في قصه يعني في كده ايه اختلافات بسيطه فيما يخص الاكس جي والاكس جي اس سيريس. في حاله الاكس جي السيريس كلها قال لك ايه الريسيت ده بيعمل ايه، بيعمل ريستارت الفارول بس، يعني من الاخر هاردوير هاردوير ريستارت، وما بيعملش اي حاجه اكتر ما يعمل، لكن ما بيعملش ريسيت للفايرول تو فاكتوري سيتنج. في الاكس جي اس سيريس لا، هو بيعمل. قال لك ازاي؟ قال لك والله من اول فيرموير 18.5 ام ار 1 ممكن تستخدم الريسيت بوتون ده، وتبتدي ان انت تضغط عليه عشان تعمل ريسيت للفاكتوري سيتنج للجهاز، اكسبت الاكس جي اس 87 والاكس جي اس 107 و دبليو اللي هو الوايرلس. يعني من الاخر في هذه الحاله انت بتستخدم برضو تعمل ريسيت بس باسلوب تاني. في كل الحالات بتاع الاكس جي اس سيريس عدا ال 87 وعدا ال 107 بتبتدي تعمل ايه، بتضغط على الريسيت بوتون ال 10 ثواني او اكتر، وبتبتدي بعد كده تشيل ايدك، فخلاص هو بيحصل له فاكتوري ريسيت. طيب في ال 87 وال 107 قال لك في ال 87 وال 107 بكل بساطه ما دام تشغل على فيرموير 18.5 ام ار 2 ممكن انت تعمل ريسيت بس باسلوب تاني. ازاي بقى؟ اول حاجه بتعملها انت بتعمل ريسيت لبوتون ده، بتضغط عليه شويه وبعدين ايه بتشيل ايدك. بعد كده تستنى في رينج من ثانيتين لثلاثه بعد اول ضغطه، وبعد كده بتبتدي تعمل تضغط على الريسيت تاني لحد ما تلاقي الستيتس ليد، في حاجه اسمها ستيتس ليد موجوده في الجهاز بتعمل بلينكينج، يعني بتنور وتطفي ثلاث مرات باللون الاحمر. بعد كده بتشيل ايدك، خلاص هو كده بيحصل له فاكتوري ريسيت. كده دي اول طريقه عن طريق موضوع الهاردوير ريسيت. طيب الثلاث طرق التانيين هتلاقي اول حاجه بالويب ادمن كونسول، تاني حاجه بحاجه اسمها ديفايس مانجمنت، او عن طريق الاس اس اتش. تعالى كده نخش على الجهاز بتاعنا ونشوف كل طريقه فيهم بعد موضوع الهاردوير ريسيت. اول حاجه هنخش ونشوف موضوع الويب ادمن كونسول، هنرجع للجهاز بتاعنا كده سريعا. تمام، ادي الجهاز بتاعنا اهوت، وهنبتدي نخش في الباك اب فيرموير. فيرموير هتلاقي هنا بكل بساطه الترس اللي قدامك ده مكتوب عليه بوت ويز فاكتوري ديفولت كونفيجريشن. تبتدي لو عملت له كده هتقول له ريستارت ويز فاكتوري كونفيجريشن، وتدوس عليها والموضوع انتهى على كده. يبقى دي تاني طريقه تانيه، ويبقى ادمن كونسول بعد موضوع الهاردوير ريسيت. طبعا انت لما بتعمل ريستارت بالفاكتوري كونفيجريشن اي داتا بقى بتاعت حضرتك واي اكزيستنج انفورميشن طبعا ايه
في الباي باي هتروح وهتلوز كل الكلام ده. طيب تالت حاجه بقى عن طريق حاجه اسمها الديفايس مانجمنت. ايه موضوع الديفايس مانجمنت ده؟ بكل بساطه تعال نخش ونشوف هذا الكلام. ادي هنرجع للجهاز بتاعنا كاننا داخلين كده بالديفايس مانجمنت. طبعا قلنا عشان ده جهاز على في ام وير هتختار خمسه اللي هو الديفايس مانجمنت. هيديك ايه؟ اربع اختيارات: ريسيت تو فاكتوري ديفولت، شو فيرموير، وادفانسد شيل، وفلاش ديفايس ريبورت. خلينا كده ناخد كل واحده نشرحها شويه، الحته دي مهمه شويه. ريسيت فاكتوري ديفولت هتعمل ريسيت للجهاز بتاع حضرتك لنفس الحاله اللي هو طلع بيها من المصنع، وكل كاستم كونفيجريشن حضرتك عامله سواء بقى نتورك كونفيجريشن، باسوردات، يوزر جروب، بوليسي، في بي ان، كل الكلام ده ايه هيروح. طيب بعد كده بتلاقي حاجه اسمها شو فيرموير، بيديك بقى ايه الانستولد فيرموير الموجود حضرتك. انت ممكن تبص وتعرف ايه الفيرموير اللي عندك. ادفانسد شيل بيديك يعني ديتيلز شويه اكتر من الديفايس كونسول. يعني احنا كنا بنخش بنلاقي في اوبشن تاني اسمه ديفايس كونسول، لا اللي انت اعتقد ان الديفايس كونسول ده كان اربعه. هو بيديك ديتيل في الادفانس شيل اكتر في الانفورميشن عن الديفايس كونسول، وهو ده بيبقى يعني فول لينكس شيل. ممكن انت حضرتك يعني تخش عليه وبيديك فول اكسس للسيستم انترنال الخاص بالداتابيز والسيستم سيرفيس. الفلاش، ويمكن دي اهم حاجه يمكن حبيت اشرح الكلام ده عشانها، الفلاش ديفايس ريبورت. انت في بعض الاحيان يبقى عندك الريبورتات بدات تضايقك، كترت، ما بقاش في مساحه، الكلام ده كله انت ممكن تخش وتعمل فلاش للريبورتات دي كلها. ازاي؟ بتخش وبتختار نفس الكلام زي ما احنا شفنا، بتختار اربعه فلاش ديفايس ريبورت، ويبتدي الجهاز بيعمل ريستارت وبيبقى انريتشبل في رينج مثلا يعني حوالي من 8 ل 10 دقايق او ربع ساعه، بيبتدي الجهاز يعمل فلاشنج لكل الريبورت اللي موجوده قبل كده، وزي ما قلنا بيبقى عامل تايم يعني داون تايم، يعني فتره يعني 10 دقايق برده مش قليل. فخليك دايما تعمل قصه الفلاش للديفايس ريبورت دي بعد توقيتات العمل، يفضل هذا الكلام. يعني ادي الموضوع، بتخش بعد كده زي ما قلنا على نمره واحد خلاص، وبتقول له ريسيت والموضوع انتهى على كده. دي ثالث طريقه. يبقى احنا عندنا الهاردوير ريسيت، عندنا الويب ادمن كونسول، وعندنا موضوع الديفايس مانجمنت. يمكن دي الحاجات اللي احنا قلنا نقدر ان احنا نستخدمها لريسيت فاكتوري سيتنج. طيب في طريقه كمان، موضوع الاس اس اتش. يعني انت لو من الاخر كده دخلت على الباتي، طبعا انت لو موصل على الجهاز بتاعك يعني از هاردوير، وبدأت تختار في الكوم، تخلي السبيد 3.8.4.0.0 تمام، وهتبتدي بعد كده تعمل كونكت بالجهاز بتاعك. مجرد تعمل كونكت تبتدي بعد كده، يعني خلينا برضو ايه نشيل اللي فات ده، هنقول له نو بس خلاص، ونقول له اكزيت خلاص، ونقول له اكزيت برضو خلاص. طيب ممتاز. هنعتبر ان انت بالباطي ودخلت بالكونسول بورت بتاع حضرتك مثلا، وابتديت تخش وحطيت السبيد زي ما قلنا 38400. ايه اللي هيحصل؟ هتبتدي في الباسورد، مجرد ما يعمل ريكوايرد للباسورد يعني، هتروح حطيت له كلمه ريسيت بالمنظر ده كابيتال تمام. هيبتدي يظهر لك الرساله دي، وهيبتدي يظهر لك اوبشن الاتي. عندك اربع اوبشن: اول حاجه الريسيت لكونفيجريشن اللي هو اوبشن 1، وده هيعمل لك ديليت للكاستم كونفيجريشن للديفولت كونفيجريشن. الريسيت كونفيجريشن والسيجنتشر هيريسيت من اسمه، هيريسيت او هيديليت للكاستم كونفيجريشن والسيجنتشر. الاوبشن الثالث هيبتدي نفس الكلام من اسمه، ديليت للكاستم كونفيجريشن والسيجنتشر والريبورت اللي موجود. طب الاوبشن الرابع بقى من اسمه ريسيت باسورد في ادمن يوزر، ده حضرتك تقدر ان انت تستخدمه، انت تعمل ريسيت للباسورد في الادمن يوزر، وده طبعا مهم لو انت نسيت موضوع الادمن باسورد في هذا الكلام. يعني ادي برضو طريقه رابعه عن طريق موضوع الباتي او الاس اس اتش. خلاص تعال نرجع لجهازنا بقى.
بيبقى في ايه تاني، بتلاقي بقى ايه الهوت فيكس، وباي ديفولت هو اوتوماتيكلي بيعمل انستول للهوت فيكس وبيعمل يعني ابديت للهوت فيكس بتاعه كل 30 دقيقه. يعني انا مجرد ما انا عملت له الاو ابلاي، او لو هو باي ديفولت حد ايه الاو ابلاي، هتلاقيه بيعمل ابديت للهوت فيكس بتاعه، يبتدي بيعمل له اوتو انستول كل 30 دقيقه. فيعني الموضوع ده دايما باي ديفولت سيبه زي ما هو شغال، مفيش ادنى مشكله. طيب ديفولت كونفيجريشن ممكن تعتبر برضو دي طريقه رابعه لموضوع الريسيت. يعني تقدر انت تعمل فاكتور ريسيت للديفولت كونفيجريشن وتغير اللغه، تمام؟ خلي بالك بقى وانت بتغير اللغه فيبتدي زي ما قلنا بيعمل فاكتور ريسيت ويروح منزل لك بقى الويب ادمن كونسول باللغه الجديده. طيب ريكومند ان انت تعمل باك اب، بس خلي بالك انت بتعمل باك اب اساسا ان انت بتعمل باك اب بلانجوج ثانيه اساسا. فانت لو عملت باك اب وجيت عملت له ريستور هتلاقي بقى يعني تعمل ريستورت بنفس اللانجوج. طب انت بتعمله اساسا ايه؟ فعشان كده كل الناس يعني مصر بقى والهند والسند الناس كلها بتسيبه زي ما هو بالانجليزي اللانجوج الانترناشونال بتاعتنا اللي احنا بنتعامل بيها. يتبقى لنا موضوع الباترن ابديت. انا عارف ان المحاضره بتاع النهارده دسمه شويه، يعني لو حضرتك يعني تعبت شويه منها ممكن تعمل بوز للفيديو وتشرب كوبايه الشاي او القهوه بتاعتك وتكمل تاني، مفيش مشكله. ويعني فاضل لنا بس موضوع الباترن ابديت. الباترن ابديت، بص حضرات، في الباترن ابديت احنا قلنا ان الفيرموير بتاعنا هتلاقيه مثلا باترن خاصه بالادفانسد بروتكشن، بالاكس بوينت فيرموير، بالانتي فايروس، بالريد، كل الكلام ده موجود. طيب الباترن دي كلها انا ممكن اعملها هنا ابديت للباترن ناو، مفيش مشكله، مانيولي اعمل ابديت للباترن ناو. بيبتدي هو يعمل ايه؟ ابديت لكل الديفينيشن اللي احنا شايفينها دي كلها والانجن وكل هذا الكلام. طيب باي ديفولت برضه هو خلي بالك بيعمل ابديت للباترن اوتوماتيكلي، يعني هو باي ديفولت يعني انت لو عايز تعمل هنا ناو ده مانيولي. طب وانت لو سبته كده هو اصلا كده ولا كده؟ انت عامل له هنا باي ديفولت اوتو ابديت، وهو كل مثلا ساعتين او كل التوقيتات اللي انت عايزها 15 منت او غيره هتبتدي هو يعمل ابديت لوحده من غير اي حاجه. طيب لما بيحصل ابديت هو بيبتدي مثلا في حاله الريد او في مرحله الاكسس بوينت ان هو بيعمل داونلود بس ما يعملكش انستول. ليه ما بيعملش هذا الكلام؟ عشان مثلا ما يعملكش داون تايم مثلا في ريد ديفايس او غيره لو انت عملت انستول، او لو عندك مثلا اكسس بوينت او. فيفضل دايما ان انت بتعمل النون بيك اور، يعني من الاخر في توقيتات العمل ما بعد العمل، يعني بحيث ان انت تتفادى اي داون تايم يظهر لحضرتك. الستاتس هنا يا اما هتلاقيها داونلود او داونلودنج، او هتلاقيها سكسس، او هتلاقيها فيلد، او هتلاقيها ريدي تو انستول. ادي الموضوع بتاعه. وطبعا هو ايه بيقول لك لاست تشيك امتى عشان حضرتك تبقى عارف اللاست تشيك. طيب في بعض الاورجانيزيشن زي الميليتري اورجانيزيشن مثلا، الميليتري انستتيوشن، بعض المؤسسات برضو الفاينانشال الماليه والحاجات دي، هو اصلا ما بيخليش يشوف السكس جي ده يشوف انترنت اساسا. طيب في هذه الحاله احنا بنسمي الانفايرمنت دي حاجه اسمها اير جاب انفايرمنت. طيب الاير جاب انفايرمنت دي انا عايز اعمل ابديت، يعني انا خلاص انا مش موصل السوفس، طب هعمل ابديت ازاي؟ قال لك انت ممكن تعمل حاجه اسمها مانيوال ابديت. طب ايه المانيوال ابديت ده؟ انا بعمله ازاي؟ اول حاجه ان انت لازم تكون مفعل حاجه اسمها الارجاب، فبتروح للبارتنر بتاع حضرتك وتقول له والله انا عايز افعل الارجاب، فخلاص قول له انا عايز الارجاب لايسنس بتاعتي. فبعد كده بيروح مفعلك الارجاب لايسنس، بتخش في الماي سوفس بتاع حضرتك. خلينا نشوف الماي سوفس بتاعنا فين. تمام، بتخش في ماي سوفس بتاع حضرتك بتلاقي ايه حاجه اسمها الارجاب ظهرت لك هنا ايه في الشمال كده، خلاص هنا كده هتلاقي حاجه اسمها ايرجاب. خلاص ابتديت تنزل ايرجاب لايسنس وتبتدي ترفع الايرجاب لايسنس دي. طيب لما تيجي ترفع الايرجاب لايسنس لازم تبقى عارف ان بتعمل حاجه اسمها انيبل او يعني اكتيفيتنج للايرجاب انفايرمنت. ازاي؟ بتخش في سي ال اي، خلينا نخش كده نفتكره مع بعض. طبعا يعني هو يعني ناس كتير مش مستخدمه هذا الموضوع، تعالى معايا كده نفتكره مع بعض. تعال نطلع بس الجهاز ده من خلاص. طيب بص يا سيدي، بتخش على اعتقد الديفايس كونسول وبتقول له سيستم شو
لا شو طيب خلينا كده نفتكر سيستم شو. طيب خلينا نقول سيستم شو لا هنقول سيستم طيب سيستم اير جاب شو تمام سيستم. بص هتلاقي بقى سيستم اير جاب شو ده الكوماند اللي بتحطه في ديفايس كونسول، فقال لك ان الاير جاب از ديسيبل، فهتقول له سيستم اير جاب انيبل. بالاخر كده هتقول له سيستم جير اير جاب انيبل عشان تقدر ان انت تخش بعد كده على الجهاز بتاعك وتقدر تفعل اللايسنس بتاع الاير جاب. خلاص بعد كده بمجرد ما بتفعل الاير جاب لايسنس مفيش مشكله خالص، هتلاقي الموضوع فيه منتهى البساطه. تبتدي بقى تعمل ابديت بقى للفيرموير، نزل الفيرموير الجديد وابتدي اعمل مانيولي ليه لو عايز، مفيش مشكله تعمل المانيولي ابجريد لهذا الكلام، او لو انت عايز تعمل باترن ابديت ما فيش مشكله في هذا الكلام. طيب برضو لازم تبقى عارف ان الباترن ابديت في موضوع الريد فيرموير كده ولا كده لازم تعمله مانيولي، وهنا المانيولي للباترن بتبتدي بتخش هنا وبتختار الباترن بتاعك. طيب انا عايز اصلا انا بقى مش قصه اير جاب ولا غيره، انا عايز اعمل مانيولي باترن ابديت وجهاز بتاعي يتوصل الانترنت، اعمل هذا الكلام ازاي؟ قال لك بكل بساطه تعالى اقول لك، انا هنخش هنا هنقول له باترن ابديت. خلاص سريعا كده بص يا سيدي، هتخش كده في زي ما احنا دخلنا وتقول له ايه باترن فايل. الباترن فايل هو ده طبعا بيبقى حجمه كبير شويه، بيبقى حوالي 838 ميجا، فخلينا اعتقد اننا منزله من قبل كده. تعال نخش عليه باترن ابديت، ادي باترن ابديت اهوت. بص ادي كل الباترنز الخاصه بسوس. انت بتعمل ايه؟ بكل بساطه بتروح عامل لها من هنا انزيب اهوت، تفك الضغط بتاعها ماشي مفيش مشكله، هو موجود احنا عاملين له انزيب قبل كده، فكين الضغط بتاعه تمام. بتبتدي بقى تختار الباترن وتعمل اهو، سيبه بقى يفك براحته زي ما هو عايز تمام، وتبتدي تخش هنا اهو ابلود تمام وسيلكت فايل سوري الاول كده اهو، وتروح داخل فين الباترن ابديت، باترن ابديت اهو، اختار اللي انت عايزه قول له اوبن، حملته قول له ابلود وخلاص الموضوع انتهى على كده. طيب سواء بقى الابلود باترن ده يعني انت منزل بقى الباترن ابديت وبتاخد كل حاجه وتعمل لها ابلود، سواء بقى الجهاز ده بالانترنت او طبعا يعني لو ارجابه، لكن عامه يعني ده اوبشن موجود في الجهاز لازم تبقى عارفه. من هنا الاوتو ابديت بتاع الباترن مفيش مشكله، لو انت عايز تعمل اوتو ابديت تعمل اون من هنا وبتختار الانترفال اللي حضرتك بتشتغل عليه. المحاضرة النهاردة كانت تقيلة شوية دسمة زي ما قلت لحضراتكم، لو شفت ان الفيديو طويل اعمل بوز للفيديو وابتدي اشرب كوباية شاي والقهوة بتاعتك وكمل الفيديو تاني. اتمنى تكونوا استفدتوا النهاردة وان شاء الله لينا لقاء اخر في موضوع السيرتيفيكت. شكرا لكم والسلام عليكم.